أنا توصلت بكتاب من السيد الباشا اللي فيه بأنه الإخوان في المعارضة فارق العدالة والتنمية بالضبط الأسماء ديالهم بعتوه بمراسلة السيد العامل تيتكلموا فيه على واحد المجموعة من الاختلالات كنظن تكلموا على شي أربعة أو تكلموا على برنامج العمل وتكلموا على اختلالات من قبيل أنه الدعوات الدورة مثلا ما كتمشيش في الوقت المناسب الى اخره. فهاد الاختلال يعني في هذا الاطار احنا وجدنا الجواب ونبلغوه للسلطه. اولا انا كيف قلتها وقلت اكثر من ذلك شي مثلا زعما ما كنعتبروه زعما مهاجمه شخصي انا ولا كذا. اخوان في معارضه من حقهم هذا الشيء. غير كنطرح انا سؤالين. السؤال الاول هو من بعد هادشي انا المفروض من المعارضه المفروض انا كما كيف ما كنشوف المعارضه انا شخصيا كنشوف المعارضه في التدبير في المنهج ديال التدبير كنشوف في المعارضه في لي شوا استراتيجيك ديال المدينه. جي وناقش معايا لي شوا استراتيجيك اللي درت انا في المدينه والطريق اللي غادي فيها وكيفاش كنجري هذه وهذه وقول لي هذا الاتجاه ما صحيحش. الاتجاه معارضه على انه وان كان انا كنقول وان كان باش دير مراسله وكذا فانه الدعوات ما كتوصلش في الوقت في الوقت في الوقت المناسب. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو كيفاش من بعد تحور داك الشيء ولا بانه هذاك راه طلب ديال العازل وموجب العازل. هذا الشيء والله ما فهمته. ما خباركش ما خبارك راه كاين عازل لا والو. والله ما في خباري شي حاجه. بعض المرات شي امور كنسمعها كتضحكني كنضحك انا بحالي بحال الناس وكندوز. انا اللي كنقول هو انه المعارضه شيء طبيعي وعادي تقدر تكون فيها انسيرتان اغريسيفيتي زعما داخل المجلس حتى هو شيء طبيعي وعادي باش تبدا تاخذ من وقتك الوقت الكثير ودير مراسلات فهمتيني كنشوف بانه زعما شويه غير طبيعي. الدورة اللي فاتت دازت زعما مزيانة ماشي ديما ماشي بالضرورة وكيف قلت المراحل ماشي بحال المرحلة الأولى كيكون واحد المرحلة ديال إثبات الذات وكتكون الهضرة في كل الأطراف اللي في موقع المعارضة كيخصو يثبت ذاتو زعما كموقع ديال المعارضة وكيكون عليه تا هو واحد الضغط شعبي واحد المجموعة من الناس غيبداو يوركوا عليه ويقولوا لي اش كدير أنت كمعارض. وفي نفس الوقت اللي في الطرف الاخر اللي في التدبير وفي التسيير الرئيس ولا النواب ولا كذا غيكون عليه توا واحد الضغط معين يبدا يقول للناس ولا انت خصك تجاوبهم وكذا. وهذا الشيء كيبان شويه في ما تنقول شوف في الاخر مصلحه المدينه هي اللي هي اللي هي اللي خصها تحكمنا. وانا اتمنى ان ارى معارضه زعما تعارضنا في اختيارات الاستراتيجيه ديال المدينه تعارضنا في الامور التقنيه اللي كنناقشوها باش لانه في الهدف حنا جايين هنا لخدمه المدينه ما تكونش يعني ما نبقاوش شادين في بعض الامور اللي حنا ما تنقولوش القانون خصو يتحترم ولكن لينا فريض واحد الاداره معينه في تدبيرها كذا يعني اخطات. هذاك الشيء لا يستجيب يعني زعما لا يستلزم انك يولي هو موضوع المعارضه نفسه. شوف الحلول المستعجله هي الفلوس ما كاينش شي هادشي هو اللي تنتكلموا فيه اليوم. ابان حنا الجماعه كانت في المارشي ديال لونتروتيان فواري يعني اصلاح الطرقات كدير واحد 8 مليون درهم في العام. حنا اليوم الحمد لله رغم الاكراهات اللي كاينين هاد السنه وصلنا لما يناهز 15 مليون ديال الدرهم. هذا البرنامج الثابت في البريمير بارتي 16 مليون درهم وان شاء الله ضعف ديال المبلغ ومن غير لي مارشي اللي ممكن يكونوا في الدوزيام بارتي. كان نقول لك هذه السنه من غادي يتم لوفرتير في القريب ان شاء الله ديال مارشي ديال 15 مليون درهم لونسينا مارشي اللي كان في الدوزيام بارتي ديال 8 مليون درهم. ودرنا واحد التدبير معين مشينا تنقلبوا كانوا لقينا بزاف حيت حنا هادشي علاش قلت لك انا كنتمنى زعما تكون المعارضه زعما في لي شوا استراتيجيك ديالنا. كنا تلقاو بعض لي مارشي تيتلاحوا بدي مونطون صغار لان ملي تتهضر في لونتروتيان دفواري راه الناس بعض المرات ما تكونش عندها التقدير. ملي كتلونسي مارشي ديال 300 مليون و200 مليون راه صغير ندير توميد لك والو
وبالتالي حتى نوعيه الشركات اللي كتجيك ما كتكونش عندها الامكانيات، لقينا هاد لي مارشي اغلبيتها تيوقعوا فيها مشاكل وما كت ما كتنفذش وما كتكملش، وواحد المجموعه ديال لي روليكا وديال لي فلوس كانوا بقاو زعما غير معلقين. درنا واحد التدبير معين، جمعناهم ديال سنوات، ربما ديال 4 سنين وديال 5 سنين، يعني جمعناهم كاملين وبواحد واحد المسار ماراطوني مع السيد الخازن الاقليمي ديال تريزور مع الاخوان في الماليه، استطعنا نجمعوا واحد المبلغ ديال اكثر من 7 مليون ديال الدرهم، لونسينا فيه مارشي تا هو راه غادي يكون هذا الان. حيت كيف قلتي مهم جدا، الحفاري فيهم جوج الانواع، فيهم لي ناتوريل وكاين لي ترونشي اللي تيتحفروا بوغ ان يعني لي ديغاداسيون اللي تيكونوا باش يدوز شي واحد شي اسينيسمون ولا شي ترونشي ديال الضو ولا غيره. اليوم كنتمنوا بعدا على الاقل هذوك لي ترونشي ما بقيناش نشوفوه، لانه درنا واحد التدبير معين مع الوكاله ديال لاراديس على اساس انه ما بقيناش حنا كالمواطن تيجي كيطلب الديغراداسيون، ما عنده باغي يدوز واد حار ولا باغي يدوز الضو ولا باغي يدوز شي جعبه ديال الماء، وكنقول له خلص لينا الثمن باش غتقام 100%، وكيزيدنا واحد الرسم ديال 25%، تيخلص لينا 125% على اساس حنا من بعد كنمشيو نصايبوا هذيك الترونشي، هذيك الحفره. هذيك الفلوس اللي تنجمعوا حنا ديال 125% من هاد المواطنين كتدخل الماليه، كتدخل للريجي، وكيخصها تبقى حتى تجمع تما واحد 4 مليون درهم ولا 3 مليون درهم وتلونسي بها انت مارشي باش تمشي تشد هذوك تسد هذوك لي ترونشي. يعني واحد التدبير ماشي ايفيكاس. باغ كونطخ حنا شفنا بانه هاد العمليه بالاساس مرتبطه بواحد العمليه ديال لاراديس، لان سوا غيدوز اسينيسمون ولا جعبه ديال الماء ولا شي حاجه ولا شي ترونشي ديال الضو، وبالتالي مشينا مع لاراديس اللي عندها دي مارشي كادر، عندها دي مارشي كادر يعني عندها دي زونتربريز خدامين معاها اطون غيال كيسدوا هادوك لي ترونشي، على اساس ان حنا المواطن غنتخلصوا من عنده غير 25% و 100% باش غتصايب هذاك لو ترونشي غادي يضمن ليه في الدوفي اللي كتعطيه في لي فاكتور اللي كدير ليه لاراديس، ولاراديس هي اللي غادي تصايبها بشكل مباشر. وبالتتبع ديال الاخوان اللي في القسم التقني والنواب اللي عندهم التفويض ولات واحد شويه يعني وركنا شويه على الوكاله باش لي ترونشي يتسدوا بلي نهار. وان كنا تنقولوا انه اليوم المشكل باش يتحل خصنا امكانيات ماليه كبيره، وحنا تنفكروا اليوم في دي سيناريو من بينها انه الجماعه ممكن تلجا لبعض القرض، علاش لا، دي كونفونسيون باش يكون واحد البرنامج، يكون برنامج في الحجم ديال المشاكل اللي كاينه، لانه هذا الشيء كنعانيو منه حنايا كاملين. هو اولا باش نكون واضح، لي زوبيراتور دو تيليكوم بصفه عام، هاد لي زوبيراتور ممكن الا لا خص نتفاعلوا معاهم بواحد الديناميه ونساعدوه، باسكو هذا سي اوبيراتور تيليكوم جاي باش يدير لك واحد، اسمح لي بعض الحويجات ما تنعرفش لهم بالعربيه، جيب لك واحد الانفراستركتور ديال واحد غيزو معين ديال اي ديال اش مكان، وخاصه ان اليوم لي زوبيراسيون اللي كيدوزو راه ديال لا فيبر اوبتيك، وبالتالي الجماعه راه يمكن في هذا يعني الا انها تشجع الناس وتتعامل معاهم زعما بواحد الايجابيه كبيره، ولكن في نفس الوقت مطلوب منا اننا نتعاملوا بواحد الحكامه بواحد الرقابه الكبيره باش لا ديغراداسيون ترجع في البلاصه كيف كانت. ولا غتلاحظوا دائما ملي كتكون ايكيب ديال شي اوبيراتور تيليكوم كتحفر في شي ترونشي غتلقاو دائما واحد من الجماعه ولا جوج بالجيلي ديالهم واقفين مراقبين. هذاك البيطون اللي تيديروا ماشي هو اللي غيصايبوا به لا ديغراداس، هذاك تيديروه طومبوريغمون لانه هو حافر اليوم، لانه ما تنساوش بان كانوا وقعوا بعض ديزاكسيدون، لا قدر الله كيجي موتور كيدخل وسط هذاك لو ترونشي اللي كيكون رقيق كيطيح، وبالتالي حنا فرضنا عليهم انه ملي تيدوزوا الترونشي كيسدوه بشكل مؤقت بالبيطون حتى النهار الاخر ولا على يومين عاد كيجي الكودرون وكيعاودوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.